السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا ومشاهدين برنامج السفرة. اليوم عندنا طبخة مميزة وهي هريس على اللحم، طبعا على طريقة أهل الإمارات، أهل زايد، أهل الحبايب. طبعا وعندي بعد ضيف مميز راح نستقبله معاكم، ضيفنا مميز شامل كوميدي، طبعا شفناه على شاشة التلفزيون والمسرح، ولكن اليوم عندنا في برنامجنا برنامج السفرة. خليكم معي بعد لحظات راح نستقبل الضيف. مشاهدينا رجعنا لكم من جديد مع ضيفنا المميز احمد مبارك. مساء عليك بالخير. الخير والنور، السلام عليكم اعزائي المشاهدين، ومبارك عليكم ما راح من الشهر، ومبروك عليكم ما تبقى من الشهر ان شاء الله. وانا اليوم سعيد بتواجدي مع الشيف شوقي، اخ عزيز اتواجد معاه في المطبخ، وان شاء الله اكون ضيف خفيف وطبخه مميزة. مميزة وهم خفيفة في نفس الوقت. إن شاء الله إن شاء الله يا رب. ضيفنا أول، أنا شرف لي أنك تواجدت وياي في المطبخ، ولأن قالوا لي أبو لطيفة صراحة يحب الطبخ. فقلت خليه وياي في المطبخ ونطبخ. بس في نفس الوقت سألت أنه شنو الطبخات اللي يحبها؟ فقالوا يحب الهريس. فقلت أسوي لك الهريس. ما قصرت صح، أنا الهريس صح من الأكلات اللي جدا أحبها، طبعا في رمضان أو غير رمضان. لا الهريس موجود في كل وقت. لكن انا اللي مستغرب اللي يعني، وانا سمعك في المقدمه تقول هريسه على طريقه الامارات، نمسي عليهم اول شيء حبايبنا دار زايد وعيال زايد على راسنا، وبنشوف يعني هل تفرق الهريسه مالتنا عن الهريسه الاماراتي. ما تفرق هي، ما تفرق الا في اشياء بسيطه. نعم، يركز معنا المشاهد وراح يعرف شو الفرق البسيط بيننا وبينهم في الهريسه. دائما في الهريس لازم يكون الجدر صح، هذه احنا من يعني من طريقه الجدر وتشكيلته، هذه حق الهريس خاص يعني حاجة. طبعا عندنا لحم حطينا حوالي كيلوين او كيلو ونص لحم، وعندنا حب كيلو واحد نستخدم حب هريس. طبعا حب هريس اي نعم. شوفوا المكونات وشوفوا طريقه الطبخه للنهايه، وخلكم سعيدين معانا مع اخونا احمد مبارك. نورتنا حبيبي حبيبي. وعندنا نانسي، عندنا اهم شيء عندنا الخالدي وعندنا الملح. راح نبتدي الطبخه، ومع الطبخه راح نسولف. عندي سوالف بصراحه وايد، بس انا قبل ما نبتدي الطبخه بقول لهم ليش قلت انا هني القمانده، لان كل المكونات بالنسبه للهريسه اللي احنا نسويها عاديه، لكن وين الهيل والبصل هني السر. طبعا البصل يحطونه في طريقه خاصه، ما راح احرق لكم وتشويقكم على الطبخه. خليكم معانا راح نبتدي الطبخه وتشوفوها. في البداية راح نحط اللحم، وقلنا استخدمنا كيلو ونص لحم. بسم الله، دائما نبتدي ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قسلنا اللحم وصفيناه، والحين بعد بننطره الين العملية هاي شو اسمها، فوح؟ فوح فوح البداية، بنفوح اللحم لدرجة انه يطلع للزفارة منه وتخلص منها. نعم. وبعد ما تخلص من الزفارة نبتدي نحط المكونات الثانية. نعم نعم. شو اخبارك انت ويا المطبخ اليوم؟ انا والله يقولون لي انه هو يعني ريال يحب الطبخ، صدق والله هاي حاكي. انا احب اشوف الطبخ. نعم. انا اشوف يعني، ما اقول لك انا حدي يعني لا هاي الشغلة بيض على شيء بيض مخلوط عدة انواع اسويه. انزين اللي هو يعني كذا نوع، بيض وطماط، بيض وجبن، بيض لا بيض وبصل، بيض وفلفل، كله بيض وبيض. جربت بيض ولوبه؟ اي جربته واسويه، لكن النواشف شويه، لكن كل شيء يكون جاهز. لازم قصدك جاهز بمعنى ان احد يقصص لي، احد يقصص لي وعقب انا اي ولا يم يقطع على بعضه يقول انا سويته. لكن احب اشوف. انت على فكره بقول لك ترى يعني اللي يقص صغير واللي يطبخ، اهم شيء في الموضوع في الطباخ كله انك انت نفسك يكون في الطباخ. صح، عارف شلون تمزج المكونات مع بعضها. كثير منا يعرف يطبخ لكن ما له نفس في الطباخ. تجرني الى سؤال. لا هي سؤال شوقي، شوف بقول لك، في مقوله دائما يقولونها حتى النسوان يقولونها والرجال يقولون ان الريال نفسه
في الطبخ أفضل من المرأة، رغم أنه المرأة هي تخصصها الطباخ أساساً، ولكن يقول لك الرجال لما يطبخ نفسه أحسن من المرأة. هاي المقولة صحيحة؟ هي المقولة صحيحة، ولكن لا نظلمهم، بالعكس حريمنا على عيننا وعلى رأسنا. وأحسن طباخ طباخ الوالدة. شوف ترجع وتفكر تقول أحلى طباخ طباخ الوالدة، أحلى أكل أكل أم العيال. طبعاً هذه طبيعية. ترجع نحن صح. إنما إحنا نقول المصطلح أن المرأة مجبرة على الطبخ. مجبرة. شلون كلمة مجبرة؟ إن هي مجبرة على أساس توفر الأكل حق بيت. إيه رعية بيت. رعية بيت. لازم توفر حق العيال. فهي عندها طريقة إن هي تطبخ تطبخ تغسل تسوي. يعطيهم العافية صراحة. والله العظيم يعطيهم العافية. نعم بالذات لو وليين. لو وليين ما شاء الله عليه. طول اليوم ما توقف. ترز الجدر مني وتروح تسوي شيء ثاني. الياهل فوق ظهره وهي ما شاء الله عليها فقيرة تساوي تفعل. ما شاء الله. اليوم حريمنا بعد نفس الشبه ما شاء الله يعني بعد الطبخ. نعم. بس مساعدة الخدامة. صح. لابد مساعدتي بس الطبخة هي. طيب. لكن الرجال لما يدش يطبخ. فهو هني يطبخ مزاجه. هني ليش هو المطبخ على أساس إنه يسوي واجبة. ويستمتع. ويستمتع فيها. مو مجبور. لا مو مجبور. فياخذ وقته وراحته. اغلب الافراح الاولين يعني الاول العروس والمولد والشغلات ذي اللي يسوونها في الاول كانوا كل الرجال هم اللي برا لان يصير الاكل يطبخونه برا البيوت. فحريمنا ما شاء الله عليهم ملتزمين فما تطلع من البرا في السكيك وتطبخ. لا صح. فيكون الرجال دائما هو اللي يكون برا البيت. نعم. فمن كذي تلقى الرجال هم اللي يطبخون يسوون ذي. صح صح لكن ماخذين راحتهم. وما يخبون خايفين من شيء ان الطبخه تخترب او لا الرجال لا على راحتنا لان مثل ما قلت مو مجبورين. مو مجبور. نعم مو نعم مجبور نعم. يطبخ بمزاج وهذه. نعم. بدت الرغوه تصير بس انت الرجال بعد اكثر لا تستعيلون دائما لا تستعيلون في الرغوه اول ما يفوح خلوا بروح الراقع او الزبود احنا نقول كلمه زبود هي إيه؟ على كتر بروحه ترى إيه؟ فترد الشيله وطالع برا طيب خلص من الزفار يعني هل تعرف انه هو فاح اللحم بالذات يعني يعني على وقت معين ولا على شيء دائما على وقت معين الحين احنا بس ننظر بس يفوح ونشيل الراقوه عشان نحسب حق اللحم دائما اللحم تحسب له حق السوى مال حق الهريس تقريبا نحط له نقول ساعه ونص بس اللحم بعد ساعة ونص على طول تنزل الحب مال الهريس وتخليه على نار هادية نعم ساعتين ثلاث أربع ما يضر تعطيه يعني حد احنا نقول يعني أقل ساعات ايه؟ حوالي ثلاث ساعات نار هادية ايه؟ يعني مو شامعة بس ايه؟ فوق الشامعة بشوي أنا الأول شوقي أتذكر الهريسة يحطونها على تشولة يسمونها تشولة فتيلة ايه؟ وهذه تميز أنها هي دائما تكون هاد النار بس تحاكر البيت لو تحاكر ما ادري عن الاول لا خلونا بالساعات لا تخليها من في الليل ممكن ايه تخليها ما شاء الله تخليها على ساعاتها والتشولم في التيل ما تخوف يعني ما في خوف لا يعني. ما في خوف كرسي ما ادري كرسي تحطوا فيها بالضبط لحقت عليهم يعني شوقي يعني انت ما لحقت لا انا سمعت انا بعد امي قالت لي والله العظيم يا جماعه قال انا لحقت الحين يقول غير طبعا شوف الرقوة ايوه قصر أيوة على النار شوف ما يفوح عليك ايوه راح نقصر على النار راح تبدا الرقوة شوف الرقوة صارت كلها على جنب وهني راح نتخلص من الرقوة نفسها جيب شيء شيل هذه شيل الرقوة حاليا اللي هي الزفارة مالت اللحم ما شاء الله في ناس تستعيل ليش اقول لك تستعيل لا تستعيل لانه هو راح يصير على يعني بروحه راح يتغير الأجواء في رمضان. رمضان إيه. كانت غير هالوارد. طبعًا. لا طبعًا. إحنا كنا طبعًا. نستقبل يعني نقول نستقبل رمضان شلون بأي طريقة. إيه. هو إحنا نستقبل وعلى فكرة هذا إحنا قبل نستقبل رمضان من قبل شعبان. ندش أجواء رمضان قبل شعبان. طبعًا نستقبله بكل شيء أول التجهيزات إحنا كأطفال لما كنا أطفال إيه نستقبله. لما كنا أطفال. لما كنا أطفال أنا ترى كنت طفل أنا مو بياهل طفل كنت. مش هذي بس احط الحب الهريس قلنا استخدمنا كيلو ونص لحم اي كيلو ونص وهذا ايش قاعد حب الهريس كيلو واحد ونحط طبعا عقب ما تخلصنا من الرغوه والزبود او الزفاره الموجوده في اللحم ردينا نزلنا الحب وراح نهدي النار شوي ونتركه لمده حوالي خلينا نقول ساعتين طبعا الهيل
ما بنحط طحين دائما يحطونه في. ليش القصر ما تحط طحين الحب؟ ايه قول ليش الحب ليش تحطه الحين؟ لا ليش ما تحط الهيل؟ الهيل ليش ما نحط طحين من البدايه؟ علشان ما يطعم يمكن وايد يصير قوي مثلا. ما اخذ العلامه الكامله الحمد لله. ما اخذت العلامه الكامله. انا اتوقع عشان يعني بيصير الطعم وايد كله هيل بيصير هيل على هريس. لا طال عمرك إيه؟ ما نحط الحب على اساس ان ما نحط الهيل. حب الهيل ايه حب الهيل ايه اذا خليته مده طويله راح ينهرس بروحه ويتكسر. هذا السؤال اللي بسألك اياه. انا الحين الله يسلمك الهيل طعمه حلو لكن لما ينحط مع ينشبون سواء عيش او اي شيء ثاني زين وتيك الحبه هذه مال تلدي ويا اللقمه وتقرمها يصير طعم شوي غير مرغوب. إيه انزين في حل؟ في حل إيه لان تتخلص من هذه الحب اللي الحب. في بعض الناس تضايق من حبه الهيل إيه؟ من الدارسين من المسمار. صح المسمار يكون مضايق لما ياكل او يمضغ مع اللقمه كذي اللي انت يتنرفز وممكن يقوم على الاكل. صح واغلب الرجال ترى نسوا ما سووا ان شاء الله عليهم بس الرجال هو يتنرفز وينعكس شوي على زوجتي ولا على بيتي ولا على شيء. بس بيني وبينك لا تقول حق احد. لا ما بقى حق احد انا منهم. فبنعطيك الحل الحين. هذه طال عمرك في قطعه نفس الشباك صغيرة تنباع في أغلب السوبر ماركت الكبار. هذه الشبك نفس البوك تفتحها وتحط الحبل اللي تبي تستخدمه سواء الهيل الدارسين المسمار أي شيء تبي تحطه اللي هي البرد صحيحة فنحطها داخل ونقطها في وسط الجدر. يكسب الجدر الطعم كامل. ايوه وفي النهايه تقدر تخلص منها خلاص وبسهوله من غير ما تجلس تلقط وتدور. لا لا من غير ما بس هذا شفته صح والله حلو. هذه حلو الطريقه يعني حلو الدنيا طال عمرك. سمعتي ام لطيفه شابك ها رجعنا لكم مشاهدينا مشاهدين برنامج السفرة. على فكرة شوقي شكل السنة الجاية أنا بقدم البرنامج. أنا شوف تقديم ما شاء الله عليه دائما الوجوه الإعلامية اللي هي تحكي بطلاقة كل عندها طلاقة بحكي. بس بقول لك تسمح لي شغلة. قول لي خاطري أطل على الجدر لأن الريح ضربت. تفضل. نقدر؟ تفضل. إي شيل ما شاء الله تبارك طبعاً الله ما شاء الله. بدأت تنسجم المكونات الطابخة. إيه. هني في هذه المرحلة راح نحط الملح ونحط حبات الهيل. الله. طبعا. والخلطة ما شاء الله تبارك الله أكبر. طبعا. ما شاء الله. رشيت الملح. أيوة. راح نرشه بهاي الطريقة. أوكي. رشيت الملح. طبعا أنت قايس وياها دائما في الخبرة إحنا نقول مثلا حوالي قبش ونص من ملعقات الأكل. الأكل. إيه. تعب أسألك. إيه. إحنا نقول في البحرين قبش. إيه. هل قفشة ذي المصطلح العادي ذي المصطلح؟ لأن أنا لاحظنا هنقول قفشة قفشة هي قفشة المصطلح العامي العامي الملعقة هي ملعقة لا في الإمارات يقولون خاشو إيه اسم خاشوقة خاشوقة إيه خاشوقة إيه حتى مرة ذكرتني صديق هناك قاعدين في مطعم كذي ما يقول يقول عطني الخاشوقة قعدت أدور خايخة تخيلت شيء طابوقة شيء إيش لك بالخاشوقة يعني تخيلت إيه يقول قدامك شوف ما شاء الله يعني كل يعني ديراتنا الخليجيه بلد واحده نعم ولغه واحده نعم وعادات نعم وتقاليد واحده ولكن بعض المصطلحات في الكلمات أي مصطلحات نختلف وياهم. انا اللي اقصد ان انا اليوم نقول احنا في البحرين نقول قفشه إيه؟ وين جاي كلمه القفشه؟ والله ما ادري صدق احرجتك لا لا مو احرجني ما حد لقي له سؤال جواب هذه سؤالك لا احنا عندنا مصطلحات صراحه اي زين اذا ذيش قفشه وذيش خاشوقه هاي اللي احنا انت الخشبيه شنو؟ هذه ملعقة 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 احنا عشنا ايام شو اسمه تحيا سمسم اي تحيا سمسم صراحة علمنا وهاي البرامج اللي احنا اليوم عيالنا قصرتهم هاي البرامج يعني افتح انا اسمع عنه ما لحقت عليه تحيا سمسم افتح يا سمسم ما لحقت عليه لا قالوا لي عنه اقول حط هيل حط هيل هذه الهيل اخوي الحين شو اسمه تحطه مسكر يعني مو لا مسكر شوف الكمية شلون إيه طبعا حطها
وهو مسكر يطلع يعطي النكهة. يعطي الطعم. احنا نغطي. احنا طال عمرك نغطي. ايه. وروح نسوي الخطة البصل مع الهيل. ايه. اعزائي المشاهدين الحين راح نغطي الجدر بهذه الطريقة. اهم شيء الطريقة. اهم شيء الطريقة. ها. ونرجع نسوي. ونرجع نسوي نطبخ البصل في هالماعون. ماعون ها. إناء طابي 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 طابي. في البداية مشاهدينا راح نسوي الخلطة اللي راح نخليها بعد ما نسوي الهريسة أو نضرب الهريسة. إيه؟ راح نحطها على الصحن أو الصينية. إيه؟ وبعد ما نسويها بالدهن وكل شيء راح نحط عليها مكون البصل المخلوط الكارمل. إيه؟ باللون ماله والحبتين شوي مع البصل بعد مع البصل. إيه؟ وانت تخلط البصل بسألك سؤال اخوي شوقي بالنسبه انت قلت عقب ما نخلص دي قبل لا نضرب الهريسه. ايه؟ صح زين بالنسبه عن ضراب الهريسه طبعا الاول او للحين الناس ما زالوا يمكن يسمونها المضرابه بالمضرابه. ايه؟ هذه الطريقه العاديه العاديه بس في ناس الحين يضربونها يعني ماكينه او شيء كذي طبعا يستخدمون جهاز جهاز جهاز. ايه؟ وهالجهاز من الاساس مو مخصص حق شيء يعني حق. ايه. الهريس. ولكن ما تم تصنيعه وتبكيره على اساس انه هو تضرب الهريسه. ايه. دائما اقول حق المشاهد الهريس ممكن ما اخذت وقتها. ايه. في الطباخ. ايه. نقول ساعتين ثلاث ساعات اربع ساعات على راحتها. ايه. ما تحتاج حق هاي الجهاز. هاي. عندك دقيقه واحده دقيقة. آه. اول بدايه نشيل نسبه. ايه. النشا اذا كانت الماي وايد. ايه. نرد نشيله وبعدين نضربها. ايه. وما عاد تكونها تنتشر تبي التماسك مالها يعني في ناس يستعيلون عليها ويضربونها بهذه الماشينه او الاله هذه يعتقدون انا ايه. بس انا الصدق حتى في الطعام مري عندي الهريسه في الذ اذا كانت مضروبه بالمضرابه يعني شوف دش ليوم رمضان دش على الوالده. ايه. فاحنا شباب الصبيان في البيت انتجينا بني حق الوالده وقت اللي تنزل الهريس. ايه. لان عارف انه بتخلينا احنا نضرب الهريس وياها. ايه. فانت اخر قول لي ما تبين خبز تبين شاي نيبش من برا وين برزات يتو يتو حق. شوف شغلتين كانوا حلوين في احنا يهال نيهم قبل يعني ناكلها ناكل شغلتين ناكلهم قبل يحطون النايلين شوي الواريه واللي يبقى في المضرابه الله لا طعم غريب يا اخي غريب. طيب رش رشه بسيطه بس بالهيل هاي رشة ما بزيد البصل ريحته صارت حلوة حتى البصل الحامسة حلوة الحامسة مالته أحلى صارت. إيه نعم طبعا خليه لين يستوي راح ياخذ له وقت ما شاء الله. أنا شكلي بعد عقب الطبخة ذي بعد عندي أنا طبخة وأسويها لكم بس هنا طبخة؟ إيه اليوم كورنفليكس كورنفليكس. إيه شو رأيي؟ مشاهدينا انتظرونا على طبختها وراجعين لكم إن شاء الله. رجع لكم مشاهدينا بعد ما جهزت طبخاتنا طبعا احنا راح نضرب نضرب الهريس ترى نضرب الهريس عبالي تضربني انا بس قبل نضرب الهريس انا بتكلم وياك عن الاعمال اللي قاعد تعرض حاليا لك الاعمال عندي مسلسل اذاعي اسمه يوميات مسحنون صراحه ذي يعني الكوميديا كلها نعم لان في ريحه امهات الاول من خلال الفنانه هدى سلطان ما شاء الله عليها اللي هي مسحنون امي. إيه؟ إيه؟ وفي راحت الاول طبعا مشاركه بعض الفنانين ويانا الحين. إيه؟ هزت الضرب ضرب مين بنضرب الهريسه يا جماعه. إيه؟ بنضرب الهريسه. إيه؟ فانا قلت اعطيك انا اسلمك القياده انا اضرب الهريسه ما علي انا ببتدي لا لانه مو بعين بس انا ما ادري من يصوت علي لا يا عمي ما بتطلع ما بتطلع أضرب. والله ما بتطلع. ايه ما. يا جماعه اكيد ما بضرب. بضرب شوي الهريسه وبعطيها طبعا الاول. ايه؟ حطون ايه صح حطون. ايه؟ لهم خيشه اليوم عندنا خيشه بنحط خلق. ايه بين الرويلاتنا كذي اوكي وبنسند وبنضرب الهريس. ايه واحد اثنين ايه؟ انت خلص من العظام فبعض نحط انا اتعمد احط في الهريسه. ايه؟ العظم قولي ليش؟ ايه سبب السوى طال عمرك يترك طعم. ايه في الهريسه نفسه العظم العظم. ايه فاحط يعني حتى العظم يترك بصمه ما يترك اثر اثر في الهريسه. ايه؟ اسال الوالده الله يحفظها لك نكهه نكهه نعم زين. ايه؟ الوالده اليوم اللي رحت البيت. ايه قول لها الهريسه حلوه بالعظم والله من غير عظم. ايه وتلقي الجواب ان شاء الله صح 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 طب احنا
سوينا ذي الشيء بناء على اللي شفنا والداتنا وجداتنا ما شاء الله عليهم كانوا يضربون هريس ويستخدمون دائما ويا العظم. بس يعني متعه لكنه تعب يا اخوي ما ادري يعني ما شاء الله الله يعطيهم العافيه امهاتنا كانوا يعانون يعني. شوف شيل العظم طال عمرك جيب احده هني خلاص نطقها نطقها نضربها الهريس ها تبي تجرب؟ ها تبي تجرب؟ ما علي انت خلص وتشوفونا يعني ليش تتعب؟ انا اللي اضرب الهريسه. انا مو من اقول بسم الله الرحمن الرحيم. انا مو من ضرب الهريسه من الهريسه من الهريسه نفسها على 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 قولات مصالح في درب الزلق. ايش يقول؟ يقول انا مو دواي الهريسه دواي اللي سوى العصيده 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 الله يرحمه ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله يعني حتى منظرها طريقة ضرب الهريسة كلها بشكل دائري. إيه. وتضرب الجدار في الجدار. الجدار. طبعًا طريقة معاكسة. إيه. مرة كذي ومرة كذي. حاليًا الهريسة صارت جاهزة. يعني ناكل؟ ما أذن ما أذن. لا حول الله. نسيت. كل بياكل. الحين نبتدي. إيه. هذه طبعًا يسمونها المضرابة. المضرابة. إيه. مشاهدينا راجعين لكم بعد ما ننشب الهريسه ورويكم ان شاء الله طريقتها. راجعين راجعين. مشاهدين وصلنا الى نهايه حلقتنا بل مقدم لكم الهريسه على طريقه اهل الامارات وانتم شفتوا طبعا حطينا الهيل طبعا ولطيفه إيه والبصل المحموس والبصل المحموس الله اكبر حبينا نشكرك حابين نشكرك ونقول لك يعطيك العافيه وما قصرت ورايتك بيضه كل الشكر لكم بيض الله وجهكم مشاهدينا نشوفكم ان شاء الله في الحلقه الجايه.